كاين ثلاثه الحوايج الا كانوا متوفرين في نفس الوقت بثلاثه في حياتك غنقولوا راه كتعيش بخير، وفي الحقيقه صعيب تجمع، اللي هما الوقت الصحه والعاقه. فاش كتكون صغير مازال صغير كتقرا كتكون عندك الصحه وكيكون عندك الوقت، ولكن بحال نسر ما عندك ترياء كتبغي تستمتع بالحياه الدوره ما كتلقاش ما عندكش. مع الوقت كتبدا تخدم كتبدا تدمر ملي كتدخل الخدمه وكتبدا تصور العاقه اللي تضمن لك الكرامه ديالك وتشيطك شي حاجه، كتلقى راسك ما عندكش الوقت، ما عندكش الوقت لانك كتدمر فول تايم. مع الوقت انت كتكبر حتى كتولي تخرج لا روتريت ولا شي لعيب بحال ما وكذا، كتلقى راسك كبرتي عندك العاقه ولكن ما عندكش الصحه، فما كتلقاش كيفاش تستمتع بهادشي. لهذا خاصك انت وعلى حسب ما كيبان ليا وانت كتدمر في الحياه تفكر بهذا المنطق بهذا اللوجيك، انك وانت كتدمر خلي الوقت فين تستمتع لانه الحياه كتفوت، وتريني وحافظ على صحتك باش كاع الا كبرتي وكان عندك الوقت اكثر تبقى مقاردي صحتك باش ما امكن تستمتع بالراحه. شنو هي المتعه في الحياه؟ شنو هي السعاده؟ وهذا سؤال عميق وفلسفي ومرون. انا كنت سمعت واحد السيد دوى على واحد الدراسه، هذا الشيء اللي كنقول ما متيقنش منه، ولكن تيقول دارت واحد الدراسه طويله الامد، عرفت دارت شي جامعه هارفرد، نحاول نقلب عليها ونعطيكم لي ريفرنس ديال انه داروا تجارب مع الناس مده طويله، في التوتال كانهم قالوا ان السعاده في العلاقات مع الناس، ملي تكونوا علاقاتك مع الناس مزيانين سيرتو الاسره ولادك وداك الشيء تيكونوا الناس اسعد، وهذا الشيء كيبان حتى على الجسم هرمونيا والصحه. في حين ان الفلوس لا، الفلوس واحد المينيموم الا كان عندك راه مزيان، الا كنتي تحت واحد العتبه تكون بائس، ولكن الا حققتي واحد العتبه ديال الارتياح المادي تتكون سعيد، ولكن واخا تزيد العاقه ما كيعنيش انك غتزيد السعاده، ما كيعنيهاش، كيعني يقدر يكون السعاده. عطيكم مثلا المثال ديالي، فاش كنت انا محشر كنتريني ولونطريمون ما عندي تريال، كانت الغايه ديالتي تطلع نفسي تطلع الملذات الحياه، بغيت ملذات الحياه ولكن فاش بديت كندمر وكنخدم بزاف نسبيا كندخل العاقه، وهذيك العاقه كنحاول ما امكن نلبي بها الملذات الغرائزيه ديالي، ولا الملذات الغرائزيه ديالي ماشي حاجه، الماكله الماكله ما نبلي ما والو الحمد لله، الماكله الشكلاط ودروينك حلا تخرج ديك ديالك الحرمان ديال الشباب، انك كتكون ديال راسك ما كتكون باغي شي حوايج، فكتولي كتستهلك داكشي بواحد الشكل كبير وكتهمل التعب اللي كان كيجيك من لونطريمون وهداك الشيء، فالكور ديالك تيتبدل وكتولي في الحقيقه ابأس. انا هذه بالتجربه ديالي، وكيكون عليك ستريس وكتضطر لانك خاصك تدخل العاقه اكثر، وكيبدا يضرك هنايا وكتخدم بزاف وكتنسى لوكور ديالك وكتزيد تغرق في الملذات اللي انت بغيتي تبرد ديالو، ففي الاخر كطيح في ديبرسيون. هادشي انا وقع لي، انا طحت في ايام شي ايام وقيتات قاسح، ولكن سبحان الله كانه الانسان مصوب باش يضرب تماره، ملي كترجع تضرب تماره في لوكور بدا تحاول تنظم الحياه ديالك بداك المنطق اللي قلت لكم صحه فلوس وقت. فهاد اللي درتي هاد المنطق في دماغك ما كتبقاش في الخدمه ديالك مثلا، ما كتبقاش تدخل في دوك البروجيات اللي غادي ياكل لك بزاف ديال الوقت وغادي يهلكوك في الصحه، كتدخل في البروجيات اللي غتحاول ما امكن تدخل منهم شويه العاقه مزيان، لان دوك البروجيات الكبار اللي كيهلكوك في الصحه كيعطوك العاقه اكثر، لا كترفض ديك العاقه كتقول ناخذ قل ولكن نقاردي صحتي ونقاردي الوقت ليا اكثر، لانهم مهمين، لانك الا مشيتي تقسي وبقيتي تابع الفلوس كتهلك هاد الجوج وكطيح في ديبرسيون، ما كطيحش في السعاده. دوك الفلوس ما كيكون عندهم حتى شي معنى لان ما عندكش الوقت فين تعيش بهم، كيكون عندهم حتى شي معنى، فهمتيني؟ دونك كتحاول ما امكن تضرب وتقيس، ديرها الوقت هنا لغايتك هو انك تكون ناشط، ماشي غايتي اني نكون مليونير، لا غايتي نكون انا مرتاح الذات ديالي، فهمتوا الفكره؟ وهذا الشيء كديروا مع التجربه الوقت هنا وخا صعيبه تحقق هذه المعادله، ولكن ممكن ركزتي معايا، ركزتي معها وركزتي مع ضلوعك، ديها في ضلوعك، راقب نفسك راقب مع راسك، نسى الناس ما يشوف فيه وكذا داير، خاصني نكون واعر باش نشري احسن طوموبيل باش نبان عليه هو، نسى هذا الشيء، شوف انت شنو اللي يفرحك، وديها في ضلوعك، مزيان شوف الاخرين تانسبيرا، ولكن غايتك هو انت تكون ناهض، علاقتك الاسريه تكون مزيانه تكون سعيد، ركز ديها في ضلوعك.